يابا الحاج فتحي بعد اذنه يعني يتخلى عن التوقيع منفردا بعد كده لو سمحت. ليه على نفسك ليه؟ ما بلاش وقع خالص يا ابني. يا حبيبي ما انتوا هتوقعوا انتوا الاثنين مع بعض، يا انت ومحمد يا انت واحمد، زي ما محمد واحمد بيعملوا. ما فيهاش حاجه دي والله يا ابا. ربنا يعلم اني لما بقول كده حق التوقيع مجتمعين، ده عشان مصلحتنا كلنا. خلاص اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. استنى بس، ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده حبيبي؟ اهدى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب قدام ابوك كده لو في اي حاجه انت مضيتها واحنا ما نعرفش عنها حاجه، الله يبارك لك قول لنا. طبعا مضيت. مضيت شيك ب 8 مليون جنيه للدكتور بتاع الوزير بتاع التنميه الاداريه، زميل الدكتور التاني اللي اسمه عبد القادر، اسمه جمال، دكتور سعيد السيد، سمير السيد. سعيد السيد يا حاج؟ وليه 8 مليون؟ عشان نجيب كتب وكراريس من خلال الشركة بتاعته. عن طريق ايه؟ عن طريق الشركة بتاعته. شركة؟ وايه الشركة دي اللي الوزير شريك فيها؟ الشركة الشركة الدولية للخدمات المتكاملة يابا. ودي بقى شركة على قدها قوي قوي، لو وردت لنا بضاعة ب 2 مليون جنيه نبوس ايدينا وش وضهر. 2 مليون جنيه؟ طب وال 6 مليون؟ وحياتك ما هنشوف منهم حاجة يابا. طب أنا هقول لك، الشركة دي السنة اللي فاتت عملنا معاها مناقصة بمليون جنيه مش 8. لحد دلوقتي في 200 ألف جنيه ما وردوش بيهم أي حاجة يابا. نقوم إحنا نكافئهم ونعمل معاهم عقد ب 8 مليون في شرع مين؟ أخوك المجنون بقى يقول لك في شرع مين؟ في شرع التلات وزارات اللي الراجل ده ماسكهم. إيه؟ مش عاجبك تلات وزارات يا أحمد؟ هنعمل بيهم إيه يابا التلات وزارات؟ لا مؤاخذة. هينفعونا في إيه؟ هيكسبونا إيه أكتر من اللي إحنا بنخسره يابا؟ إحنا مش عايزين الحكومة، إحنا عايزين الناس، إحنا مع الناس، هنبقى دولة جوا الدولة، هنبقى حكومة للحكومة يابا. بس 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 بس. خلاص يا احمد اللي انت عايز تعمله اعمله. الورق كله عند المدير المالي، خد منه اللي انت عايزه وبلغ المحامي، واللي انتوا عايزين امضي عليه امضي عليه زي الدلدول. عايز مني حاجه تانية يا احمد؟ ايه جاك قوي يا بعيد. جرايه ايه يا احمد؟ حلو قوي كده. الله مش طماع بقى ولا انت عايز تسوق فيها؟ خليه يسوق زي ما هو عايز، اصل اللي زي ده معاه شريك كبير. لا اله الا الله، مش تعرفوا الاول انا عايز ايه؟ ايه؟ عايز ايه؟ عايز ابوس. والله العظيم عايز ابوس. اهو يا اخي ابعد عني. النبي لابوس يا جحدة. النبي حاجة يا ابني انا تعبان ابعد عني. انا عفوك كبير. ربنا يخليكوا لبعض ويهديكوا يا ولا التوفيق. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. ربنا يجعلها عتبه السعد ووش الخير عليك وقادر يا كريم. انت لسه شفتي حاجه يا سميحه؟ تعالي ما افرجك على البسين، حمام السباحه. ما انا شفته من الدور اللي فوق يا اختي. شفتي؟ بس قعدتي قدامه؟ لا تعالي ملي عينك بميته الزرقاء وعيشي مع نفسك. ويا سلام بقى على نسمه هوا تعدي تقلب جواكي كل اللي بتحبيهم ويحبوكي. معلش اصلي خدت على قعده المطبخ. مطبخ ايه بقى يا سميحه؟ هو احنا يا اختي مكتوب علينا نتولد في المطبخ ونعيش ونموت في المطبخ؟ يا بت الدنيا قدامنا اهي، ملهاش اول من اخر. انا دنيتي بيتي وبناتي وبس. ايه ده؟ احنا لسه ما كبرناش قوي كده. الدنيا دي تفتحي لها باب تلتقي باب تاني وتالت ورابع. طب وانتي يا اختي فتحتي كام باب لغايه دلوقتي؟ انا لسه اولكش في الباب الاولاني، الفله والعربيه. ربنا يبارك لك كمان وكمان ونشوف على ايدك خير الدنيا كله. عارفه يا بدريه القعده الحلوه دي هتخلي رقي يكري على فيلا انا كمان عشان اتمتع بخير كوس. خير ايه يا سميحه اللي بتتكلمي عنه؟ ده الخير اللي انت شايفاه ده اقل بكتير من الخير اللي عندهم. انا بس بان عليا الخير عشان نصحى قاعده ومدلدله رجلي ورابطه رقبه فتحي بحبل، ما يعرفش يروح يمين او شمال الا بشده من ايدي ولا يتخنق. ربنا يبارك لك كمان وكمان. انما انا حسره عليكي يا سميحه، يا دوبك واحده من الستات اللي على ذمته وخيره مبعتره على كل واحده شويه. ما تشيليش هم يا اختي، احنا اصحاب والصحاب سرهم لبعض، وانا هفطمك تعملي ايه كويس عشان تحققي كل اللي نفسك فيه. وليكي عليا مفيش باب دنيا هدخله الا وايدك في ايدي. ازاي بس؟ ازاي وانا معرفش عنه اي حاجه؟ الا صحيح قولي لي يا اختي، هما زعلانين من بعض؟ مين؟ الحاج فتحي واحمد. انت ما تعرفيش يا سميحه؟ واعرف منين يا اختي؟ ما انت عارفه جوزك وعارفه احمد اخوه، مشاكلهم كلها ورا البواب واللي قدامها شغلهم وبس. يعني انت ما عرفتيش انهم مدوا ايديهم على بعض؟ يا نهار اسود ضربوا بعض. فتحي مد ايده على احمد. اخس عليك يا فتحي. عشان كده. عشان كده ايه؟ اصل سمعت احمد يكلم حبشي في التليفون وبيقول له اوعى فتحي يعرف، ولو عرف هسوي واعمل فيك. يعرف ايه؟ مش عارف اهو، ده اللي سمعته. مش بتقولي كان بيكلم حبشي؟ اه. طب خلاص
امره سهل، نكلمه ونعرف منه. ما دام امره سهل يبقى كلميه اعرفي منه. انما انا ما قلتلكيش حاجه. اكلمه انا ازاي؟ ما انت عارفه ان هو لا بيطقني ولا انا بطيقه. كلميه انت. خلاص ليكي عليا، اول ما اروح هكلمه وبعدين ابقى اقول. واول ما تروحي ليه؟ ما تكلمي من هنا وانا ما فيش تليفون اهو. هي حبكت يعني دلوقتي؟ ما قلتلك هكلمه بعدين. لا يا اختي، هي حبكت معايا قوي دلوقتي. كلميه عشان تخلصي وانا ارتاح. اصلي مش حافظه نمرته. النمره بتاعته انا كاتباها عندي في الاجنده. بسيطه، انا كمان كاتباها في الاجنده. هقوم اجيب لك التليفون والاجنده. خلي اهي اهي النمر، خد. خلاص بقى، خلاص يا بدريه، خليها. يلا يا سميحه. الله، في ايه يا هوانم؟ انتم يا هوانم يا اللي جوه، هاتوا حاجه ساقعه بسرعه. ايه كل ده؟ الو. ايوه يا ماما، ازيك؟ عامله ايه؟ حبشي يعني؟ هو ده يا ماما صوت عمو حبشي؟ معقوله مش عارفه تفرقي ما بين صوت بنتك ام هاشم وصوت عمو حبشي؟ احمد، احمد بابا. قال لي ايه؟ ماما انت اكيد بتهزري معايا مش كده؟ ماما انا مش فاهمه حاجه، انت بتقولي ايه؟ الو ماما. ماشي ماشي يا حبشي، يلا مع السلامه. سلم لي على مديح. مع السلامه يا اخويا. قال لك ايه؟ بس امان عليكي يا بدريه والعيش والملح اللي بينا، ما تجيبي سيره لاي حد. انت عبيطه يا سميحه. طب احلفي وحياه عيالك. ولا عدم عيالي، ما انا جايبه سيره ولا قايله انك قلتي حاجه. هو كان بيقول لحبشي ما يجيبش سيره الفتح كده على مشروع بيعمله مع اللي اسمه امجد سعيد. مشروع؟ مشروع ايه؟ ما قالكيش؟ مصنع كده ولا مصانع بتاع طوب رملي طفيلي حاجه زي كده يعني. طوب طفلي قصدك؟ ايوه هو ده، الطفلي ده. بس امان عليكي اوعي تجيبي سيره لحد ولا تغدري بيا. عيب عليكي يا سميحه، ده انت بتكلمي مره في 100 راجل وبكره الواية تكدب الغطاس. وقعدت طول المكالمه تكلمي ام هاشم على انها حبش؟ اه والله، والبنت يا عيني امها مش فاهمه حاجه خالص وعماله تقول لي انا مش عمو حبشي يا ماما، انا ام هاشم. والله انت ب 100 راجل، سيبك انت. ما شفتنيش بقى لما قالت لي كلميه دلوقتي، ركبي ثابت، وقلت خلاص كده انت يا سميحه اتفقستي وما بقتش عارفه اعمل ايه. حاجه كده من عند ربنا قالت لي كلمي البيت دلوقتي. والله العظيم كده. طب بس فرضا ام هي اللي ردت عليك. كانت هتبقى مصيبه، بس الحمد لله ان انا عارفه ان البت ام هاشم بتحب ترد على التليفون. اهو لقينا فايده لخلفه البنات، الحمد لله رب العالمين. عشان تحس بقيمتي وتعرف